عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فينما كنتوا داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم، وتنتمنى أن الكل يكون في تمام الصحة والعافية، والله يحفظ هذه البلاد من كل شر. إذن إخواني أخواتي، وكيف ما تبعنا يوم أمس ويعني منذ يعني أزيد من 24 ساعة أطوار الفاجعة اللي شهدتها مدينة مكناس، وهذا السلوك يعني الفاجعة ضد الأصول، وهذا الانتهاك لكل الأعراف يعني لكل الأعراف، والتجاوز لكل الخطوط الحمراء، يعني بكل صراحة هذا الوحش الآدمي إن صح التعبير اللي ارتكب الفاجعة ضد الأم ديالو، واللي يعني هتك العرض الأم ديالو في سلوك يعني قلما شفنا النظير ديالو. لكن إخواني وأخواتي، قبل ما أنني نزف لكم الخبر السعيد في هذه القضية هذه، كنتمنى أنكم ما تبخلوش علينا أبلايك لهذا الفيديو هذا، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس باش دائما يتوصل بالجديد للقضايا اللي تطرق لها. إذن على بركة الله الإخوان والأخوات، فالخبر السعيد هو أن مجموعة ديال الشباب يعني بزعامة الشاب عمر اللي بان وبرز في هذه القضية هذه، واللي هو الصديق القديم ديال هاد ملف على هاد الوحش الآدمي ديال مكناس، فتمكنوا من أنهم يلقيوا القبض عليه. فمن بعد ما كان كيختفي أو لا كيحاول أنه يختفي أو لا يدير يعني أنه يضلل الناس من خلال ارتداء دياله الملابس ديال النساء، فتم إلقاء القبض عليه وبالضبط من طرف هذا الصديق ديالو القديم عمر، واللي استدرجوا أو لا يمكن نقوله لها حتى اتصل بمجموعة ديال الشباب آخرين والتحقوا به ويعني وقبضوا عليه، على الرغم من أنه كان كيحمل جنوية وكان كيهددهم بها، إلا أنهم بقاو محاصرينه حتى جات السلطة وجاو رجال الدرك ودخلوا وتم الاعتقال ديالو باش أنه يمشي وينال الجزاء ديالو والعقوبة، وكيف ما قلنا سلفا فكنت منه أنه ينال عقوبة اللي استحقه أكثر. علاش؟ لأن السيد هذا فالكل كيطلب ليه أشد العقوبات، الكل كيطلب ليه أشد العقوبات كيف ما قلت سلفا نتاجا لهذا الجرم وهذا الفعل الشنيع اللي ارتكب في الحق ديال الأم ديالو. فبالله عليكم إخواني أخواتي، سيدة ستينية، أم ستينية كتعرض للضرب المبرح رفقة الزوج ديالها اللي هو يعني كيعاني من الشلل، الضرب المبرح، وأكثر من هذا يعني هذا الجاني وهذا المجرم وهذا الوحش الآدمي ما كفاش هذا الشيء هذا، وجر الأم ديالو المنطقة خلاء تحت التهديد وتكرفس عليها بالضرب المبرح، الضرب المبرح، والجسد ديالها راه عرضته أمام الإعلام يعني كله أزرق كيف ما تنقولوا، فلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل أكثر من هذا، قام بهتك العرض ديالها وخلاها في هذاك المكان، وجاتها مجموعة ديال الكلاب الضالة بحسب ما قالت هي يعني حوالي 30 كلب، إلا أن هاد الكلاب هذه يعني دارت واحد رد فعل بكل صراحة اللي ما أداتش السيدة هذه في واحد الرسالة لهذا الوحش الآدمي والأمثال ديالو، في رسالة قوية وقوية جدا. فكيفاش أن الرحمة وأن هاد الكلاب هذه يعني استعصى عليها أن تآدي واحد الإنسان، على الرغم من أن يعني وحيدة وكاينة في مكان خلاء، إلا أن الأذى جاها من عند الإبن ديالها اللي حملته في البطن ديالها 9 شهور، وأكثر من هذا كانت كتعطيه وكتموله وكتدعمه، إلا أنه صدر منه هذا الفعل الشنيع في حق الأم ديالو، هذا الفعل الشنيع في حق كل الأمهات إن صح التعبير. فكيف ما تنقولوا يعني وكنطلبوا ليه أشد العقوبات، أشد العقوبات باش يبقى عبرة ويبقى مثال لأي واحد يعني سولات له نفسه، وأيضا خص السلطات ضرب بيد من حديد على هذا الشيء ديال القرقوبي وهاد الأقراص المهلوسة اللي بسببها يعني كنشوفوا مجموعة ديال الحالات اللي بكل صراحة حالات كتهز الرأي العام وكتخلي الجميع يطرح مجموعة ديال التساؤلات، وكتخلي الجميع كيدخل لحد الحالة ديال الذهول والانبهار وأن الاستغراب، لأن بحال ما هاد الحالة دي اللي شاهدنا في مكناس فهي حالة قل نظيرها ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الختام يعني كنتمنى وكنوجه الرسائل ديالنا ان باش السيد هذا ينال اشد العقوبات، وكنتمنى ان الجمعيات الحقوقيه تدخل
على الخط ديال هاد السيده هادي باش تدعمها ماديا، لان الحاله ديالها ضعيفه، رفقه الزوج ديالها يعني باش يدعموها ماديا ومعنويا ايضا. وكنتمنى لكم الصحه والعافيه اخواني واخواتي، وكنتمنى ايضا انكم ما تبخلوش علينا بلايك لهذا الفيديو هذا. نتلقى معكم في قادم المواعيد ان شاء الله بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.